من تشكيل لجنة سعودية للذهاب إلى أبين، هي خديعة جديدة، وربما يعني نرى خديعة جديدة من المملكة العربية السعودية، كما حصل في سقطرى بالأمس، وكما حصل قبلها في عدن، وكما حصل في العديد من المحافظات من قبل اللجان السعودية، وقبلها في الجوف. يعني عندما تأتي يعني القوات السعودية بالأمس ذهبت إلى سقطرى بأكثر من 1200 جندي وضابط في سقطرى، وهي من سلمت سقطرى للمرتزقة للقطاع على احتلالها وتواجدها في سقطرى. واليوم ذات الهدف نفسه ذهبوا إلى أبين لإسقاط أبين، وربما للذهاب إلى شبوة. وأنا هنا عبر قناة الجزيرة يعني ننبه أبنائنا في الجيش الوطني وأبنائنا في الحرس الرئاسي أن يتنبهوا للخديعة التي ستقوم بها السعودية في أبين، وأن يمسكوا على الزينات، ويجب أن يفهموا أن الهدف ليس أبين، الهدف هي شبوة، والهدف حضرموت، والهدف وصولا بالمهرة. لذلك يعني تعمل السعودية ليلا نهارا لإسقاط الرئيس، لإسقاط شرعيته، كما شاهدنا في الفترة الماضية في عدن وبالأمس في سقطرى. هناك مخطط قوات